البداية من مصر. إيمان موسى أم دفعها نجاح أبنائها الرياضي للدخول لحلبة المنافسة بعد الفوز بالمركز الرابع في الماسترز 40+، بينما حقق ابنها إبراهيم الدسوقي الميدالية الفضية ببطولة العالم لليزر رن تحت 17 عاماً، لتتبادل الأدوار بينها وبين أبنائها في النجاحات. أنا إيمان موسى رابع عالم في ليزر رن. وأنا عبد الرحمن محمود ابنها أول عالم رماية. وأنا إبراهيم محمود ابنها أول عالم في الرماية. كل حلمي في الأول إن ولادي يبقوا أبطال رياضيين ومتفوقين دراسيا. حاولت ألعب لهم كل الألعاب عشان أكتشف موهبتهم في أنهي لعبة. دخلوا جمباز وكشافة وكورة قدم وسباحة، لغاية لما استقريت إن موهبتهم باينة قوي في لعبة الخماسي الحديث، وهي خمس لعب تقريبا مجمعة معظم الألعاب اللي هي السباحة والرماية والخيل والشيش والجري. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدر ان هم يوفقوا ما بين الدراسة والرياضة، والحمد لله الاثنين ابطال دلوقتي. طبعا بابا من زمان هو مشغول في الشغل، فاللي كان معانا متولي موضوع المذاكره والتمرين كان ماما، فهي اللي عرفت توفق لنا بين الدراسه والتمرين، وازاي اللي احنا نعرف نبقى ماشيين في الاثنين مع بعض. يعني اغلب الناس تبقى كويسين في الرياضه ما يبقاش كويس في الدراسه، يقول لك الرياضه جايه على الدراسه، والعكس اللي يكون كويس في الدراسه يقول لك ما عنديش وقت ابقى عندي رياضه واتمرن. فهي الحمد لله عرفت تخلينا نمشي في الخطين كويس مع بعض. من صغري ومامتي هي اللي بتيجي معايا التمارين، دايما هي اللي بتوديني التمارين، بتاخدني من المدرسه، بتجيب لي معايا الاكل في العربيه عشان الحق اروح التمرين، خلص تمرين اذاكر شويه عشان اروح التمرين اللي بعده. يعني هي دايما اللي تبقى معايا في كل حاجه في التمارين، وهي اللي بتشوف لي من اللعبه الثانيه عشان تشوف لي اي اكتر لعبه هتريحني. الصعاب اللي واجهتها طول الفتره اللي فاتت ازاي ان انا اوفر لهم وقت، ان هم يوفروا وقت المذاكره ويبقوا اوائل في مذاكرتهم وفي نفس الوقت اوائل في الرياضه. فطبعا بعد كمان بيتنا او الشقه عن النادي دي كانت معاناه بالنسبه لنا. اضطريت انقل حياتي كلها من المكان اللي احنا قاعدين فيه لحاجه قريبه من النادي عشان اوفر اكبر وقت ممكن. كنت بشتغل مدرسه، طبعا اضطريت ان انا اتخلى عن الوظيفه واتفرغ لهم لغايه لما احطهم عند السلمه لا اقدر بعديها هم يعتمدوا على نفسهم. لما كبرنا بقى وبنجيب بطولات وهكذا، هي مره في مره الموضوع عجبها وشجعها، لغايه لما جت فكره اللي هي البطولات اونلاين عشان كورونا، بدات هم اللي شجعوني ان اخش معاهم فيها، ومن هنا بقى بدات هم اللي اكتشفوا مواهبي في الرياضه. كانت مع ابراهيم في البطوله في الغردقه، فلقيت كان في سباق للماسترز اللي هم الكبار، نزلت معاهم وكملت السباق، مع ان ده حاجه صعبه يعني لحد كبير ما بيلعبش رياضه ان هو يكمل سباق، حاجه كويسه جدا يعني. ده كان هدف ليها انها تتمرن الفتره اللي فاتت دي، وكان هم وابراهيم دايما ينزلوا مع بعض. انا واخويا ومامتي وبابا كنا بنلعب ماتشات ضد بعض عشان نتعود على المنافسه وجو البطوله عامه. مره مامتي تكسب، مره انا اكسب، مره اخويا يكسب، مره بابا يكسب. كانت منافسه حلوه بيننا اللي احنا بنتمرن احسن البطوله. طبعا كل اللي حواليا كانت واخدين الموضوع ان انا فعلا بعمله في الاول فور فن، ومش متخيلين ان انا ممكن اوصل ان انا ابقى زي ولادي اخش تبع الابطال الرياضيين، وانا نفسي ما كنتش متخيله ده، لان هي كانت الموضوع بادئ معايا صدفه لغايه لما قلب بجد وبقيت العب كباتن كبار جدا وذات قيمه عاليه جدا. انا نفسي ما كنتش اعرفهم، ده اللي خلاني كان عندي الجراء ان انا اخد التجارب معاهم وابطال عالميين، والحمد لله كنت بتغلب عليهم. اول بطوله نزلتها كانت بطوله في منطقه اسكندريه، عملت سباق حلو جدا، بعد كده عملت لنا مفاجاه في بطوله الغردقه، وبعد كده اخر حاجه في بطوله العالم كان اداء مشرف. مامتي عندها عزيمه حلوه في الرياضه، انها كل شويه لما مع التمرين تحاول تاخد خبرات احسن عشان تتحسن اكتر وتعمل مراكز احسن من الاول، ما تفضلش كل مره نفس المستوى وفي ناس يعلوا عليها. حققت مركز ثالث عالم. ما توقعتش انها ممكن تجيب مركز، يعني كان كل في دماغي انها هتكمل السباق عادي. هي فاجئتني بصراحه، يعني كان عندها اصرار انها كانت بتنزل تتمرن كل يوم، وما كانتش بتفوت يوم تنزل تتمرن، وكانت تبقى تعبانه وكل ده، وما قصرتش في البيت، يعني كانت ماشيه كل ده مع البيت عادي. هي ما قصرتش في اي حاجه من دي، وبرده مع ذلك بتسافر معايا بطولات وتنزل تتمرن معايا التمارين، بس بالرغم من كده انها برده ما بتاثرش في البيت عامه او في المذاكره معايا انا مثلا، او تهتم بينا او
تعمل اكل في الميعاد المعين عشان ناكل قبل التمرين. جوزي هو اللي كان بينظم لنا الوقت بتاعنا ويحفزني ان انا دايما فعلا انزل مع الولاد وان انا اتدرب. بعد ما كنت واخده الموضوع فور فن قال لي لا خديه بجد، ومن هنا فعلا بدات ان انا اخد الموضوع بجد، وعبد الرحمن بداوا يعملوا لي جدول بدل لما انا اللي كنت بعمل لهم جدول لتدريباتهم وازاي ينظموا وقتهم، هم اللي بقوا يعملوا لي جدول تغذيه وجدول فيتنس. انا ظبطت معاهم موضوع التغذيه، ان انا دارس كويس في التغذيه والسبورت نيوتريشن بمعنى صح. ده ساعد ماما ان ادائها يتحسن في التمارين في فتره صغيره، فزي ما هي كانت بتساعدنا زمان احنا حاولنا نساعدها. بعد ما هما كانوا بيمرنا في الاول احنا بقينا نمرر لهم، بقت خطوه حلوه لينا ان احنا كنا شاركين مع بعض في نفس البطوله. والدة إبراهيم بقت أيقونة بالنسبة لأولياء أمور الخماسي في نادي سموحة. الأم خلقت عندهم روح جميلة من الرياضة والتعاون، وعندهم إرادة غير طبيعية، وعملوا حدث أعتقد أنه غير متكرر، صعب جدا أنه يتكرر على مستوى العالم، أن تجد أسرة الأم وأولادها يعني يكونوا أبطال في لعبة واحدة. تصرف هذه الأسرة شيك وراقي ونادر، وفكر جديد، يعني فكر متطور جدا. أحلامي في المستقبل فعلاً أن أنا أكمل، لأن مبسوطة جداً أن أي حد بيوصل لسن الأربعين متخيل أنه ما ينفعش يمارس رياضة، بالعكس ده هو ده السن اللي فعلاً شايفة أنه هو فعلاً الإنسان لازم يلاقي نفسه ويهتم بنفسه وبجسمه. فأنا في اللي جاي بفكر فعلاً أشترك في بطولات أكتر، لأن هو ده الهدف اللي بيخليني دايماً هحط في دماغي أن أنا أبقى زي أولادي بطل الرياضية.